للنجمة الخماسية قصة طويلة ومعقدة على مر التاريخ، ترجع إلى حوالي 3500 سنة قبل الميلاد. أول الديانات التي يظن أنها تبنت هذا الرمز هي الويكا، حيث اعتبروا أن النجمة الخماسية ترمز إلى 5 عناصر مكونة للطبيعة، وهي الأرض والهواء والماء والنار والروح. الأرض ويمثل انخفاض اليد اليسرى للنجمة ويرمز إلى الاستقرار والأمن الجسدي والتحمل. النار ويمثل انخفاض اليد اليمنى للنجمة وتدل على الشجاعة والجرأة. المياه وتمثل اليد اليمنى العليا للنجمة وترمز إلى العواطف. الهواء ويمثل اليد اليسرى العليا للنجمة وترمز إلى الخبرات والفنون. الروح تمثل النقطة القصوى للنجمة وترمز إلى الذات الإلهية. في العصور القديمة الوثنية توضع النجمة الخماسية مقلوبة لجذب طاقة الروح في الجسد. النجمة الخماسية يرمز لها الآن كرمز العبدة الشيطان، وأنها المثلث الشيطان المميز لهذه الطائفة. لكن في الحقيقة النجمة الخماسية تعني جمالية الشكل. لو عدنا بالتاريخ إلى الخلف نرى أنها ذات أصول إغريقية، تحديدا لآلهة الجمال فينوس، التجسيد الأنثوي لكل ما هو رائع عند الإغريق القدماء. واستخدمت النجمة الخماسية للمرة الأولى في القرون الوسطى كشعار لجماعة من العلماء تحمل اسم المستنيرون، ولقى هذا الشعار ردة فعل قاسية من قبل بعض التيارات المتطرفة التي كانت سائدة في أوروبا أنذاك، فاعتبر مخالفا لأحكام الرب، وتم تصوير حاملوه على أنهم من عبدة الشيطان. وللنجمة الخماسية معاني مختلفة في تاريخ الأديان والمعتقدات. يقال أنها كانت على خاتم سيدنا سليمان، ولذلك نجد لها علاقة بالسحر على مر العصور. عند اليهود كانت ترمز إلى 5 كتب من أصفار النبي موسى المقدسة. قديما في وقت مبكر عند المسيحيين كانت ترمز هذه النجمة إلى جروح المسيح 5، وهي جرحان في المعصمين وجرحان في الكاحلين والطعنة في الخصر. عند الوثنيين كانت رمز للكمال والجمال والذكاء. علاقة النجمة الخماسية بالسحر كانت تستخدم في الطقوس والشعائر من قبل السحرة، وإذا كانت النجمة داخل دائرة فهي تمثل مكانا مقدسا حيث تسيطر فيه الروح على العناصر الأرضية 4، وتستخدم للحماية من السحر. وإذا وضعت مقلوبة فهي تمثل حالة من الدرجة الثانية من الرتبة التقليدية في بعض المجموعات من السحر. أما في العصور الوسطى كانت ترمز للجنة تقصي الحقائق، والتي كانت غايتها الحماية ضد الشياطين والسحرة باعتبارها رمز للحماية وإيجابية السلطة، وقد كانت تستخدم للحماية الشخصية من الشر مثل العين الزرقاء، وتوضع لحراسة الأبواب والنوافذ لكي تبعد الشرور، أي هو مخمس شعبي قديم. وقد كانت النجمة الخماسية إذا ما وضعت على نقطة واحدة صعودا فإنها ترمز للصيف، ومع نقطتين تصاعدي كانت علامة لفصل الشتاء. النجمة الخماسية وعبدة الشيطان. في عام 1966 أسست كنيسة الشيطان في سان فرانسيسكو، ولكن النجمة الخماسية لم تكن رمزا لهم إلا في عام 1983، حيث قام أنطوان لافي مؤسس كنيسة الشيطان باعتناق هذا الشعار رمزا لهم، وهو النجمة الخماسية مقلوبة وداخلها رأس العنزة أي الشيطان، ويسمى بافوميت.